أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله. الله يحييك. وين بتودينا يا أبو غازي؟ هذه مجلة الرياضي، مجلة أسبوعية مصورة، هذا العدد طبعا أكتوبر 1993. 93 ايه، هذا اكتوبر، عفوا ايه 10 اكتوبر، لا مو 92 عفوا 10 اكتوبر 1992 10 اكتوبر 1992 عليها على الغلاف صورة دييغو أرماندو مارادونا، وطبعا بطولة القارات على كأس الملك فهد. هذا اول خبر، المؤامرة تقتل المتآمرين، انتصار الشباب. خالد الجار الله يقول في الدوحة لن نقف متفرجين، كأس الخليج أعرف، والتوأم يغزو الرياضة، التوأم التوأم يغزو الرياضة طبعا. هذه صورة مارادونا 92 هذا أعتقد فريق أسباني. إيه نعم. لا مو فالنسيا، والله إشبيلية كنا. إيه نعم. الصورة تقول هديتها هدوني خنكتوني، هذا الرقوي. اي الرقوي هديتها خلاص، هد الكره هدوني، شوف زانطين صحيح. اي والله بس كذا شوف ساره طالع. نروح طبعا بدايه بمشاركه الارجنتين، الولايات المتحده، ساحل العاج والسعوديه، اربع فرق. استاد الفهد يحتضن اول بطوله للقارات، هذا يسجل للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه، صحيح، في انها احتضنت اول بطوله لكأس العالم. فكرة بطولة القارات فكرة سعودية، كان اسمها كأس الملك فهد اللي بطولة القارات، بعدين أخذها الاتحاد الدولي وصارت من ضمن المسابقات اللي قدمها الاتحاد الدولي. هذه أول بطولة وصل فيها النهائي المنتخب السعودي مع منتخب الأرجنتين، يومها خسر منتخب السعودي أعتقد 3-1 أمام منتخب الأرجنتين، كان كامل نجومة. أذكر كان هدف جميل جدا للاعب سعيد العويران، هدف من تسديدة قوية. نعم طبعا استعدادات سعودية ضخمة لنجاح البطولة الأولى، 500,000 ريال للفائز الأول، وهافي لانج في مقدمة المدعوين. هذه صورة طبعا خادم الحرمين الشريفين، راعي النهضة الرياضية الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه. وهذه صورة للأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، شكرا للفيفا على حسن الثقة، رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. رائد من رواد طبعا الرياضة في الوطن العربي. أكيد. وهذا طبعا الأمير سلطان ابن فهد ابن عبد العزيز نائب رئيس طبعا مو مبينة تحت. أي. لجنة اللجنة العليا. صحيح. نائب رئيس اللجنة العليا. هذا طبعا يمكن صورة. يعني استاذ فهد يحتضن اول بطوله للقارات. هذه طبعا شكل من سيفوز بهذا بكاس الملك فهد الاولى، هذا شكل كاس العالم للقارات. رعايه ابويه كريمه من خادم الحرمين الشريفين، بعد 54 شهرا من افتتاحه هذا استاذ الملك فهد الدولي، طبعا بعد 54 شهرا من افتتاحه 110 مباريات و260 هدفا في استاد الملك فهد الدولي. افتتح استاد الملك فهد الدولي بالرياض في تاريخ ابو فهد 4/3/1988 دورة الخليج، اي بحضور خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. ويتسع الاستاد ل 70,000 مقعد، خصص لها 54 بوابه. اما المساحه الارضيه التي يحتلها الاستاد فتقدر بنصف مليون متر مربع، اضافه الى مواقف تتسع ل 37,000 سيارة، بالإضافة إلى أربع غرف لتغيير ملابس اللاعبين مزودة بخدماتها. شو رأيك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية الحلقة؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا كنا نتكلم في البارت الأول مع مجلة الرياضي في أكتوبر 1992. نعم طبعا هني عبد الله العدل العدل عبد الله العدل اللي هو مدير البطولة. صحيح. سيد عبد الله العدل مدير البطولة، والزميل خالد الحسين، والزميل منصور الخضيري، وهذا طبعا جو هافيلانج في مقدمة جواو هافيلانج. نعم المدعوين. برنامج البطولة مباراة قبل النهائية الأولى، السعودية الولايات المتحدة 15/10/92، مباراة قبل النهائية الثانية الأرجنتين ساحل عاج 16/10/92. فاز السعودية اعتقد 3-1 أو 3-0، وفازت الأرجنتين على ساحل العاج، وتقابلوا بالنهائي الأرجنتين مع السعودية وفازت الأرجنتين في أول بطولة للغارات بعد فوزها على السعودية 3-1. هنا هذا الجمهور السعودي سيكون ملح البطولة. هذا صورة طبعاً الجمهور السعودي صغير. حالة استثنائية صراحة. نعم يعني فعلاً جمهور يعني عظيم الجمهور السعودي. هني عندنا أبو فهد، هذا منتخب السعودي الأول بتشكيلته الأخيرة، صورة جماعية المنتخب السعودي الأول بتشكيلته الأخيرة، نجوم يعني ما شاء الله مع المنتخب، يعني حتى ماجد عبد الله شوف معاهم أبو فهد يعني مع الفريق. هني طبعا وجوه دخلت وأخرى خرجت، هذه صورة لمنتخب ساحل العاج، هذه صورة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. ملاعبنا أمير البلاد يلتقي وفد محافظة الأحمدي للرماية، هاي صورة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد صباح رحمه الله. قادسية يشكر جمهور الوفي، صدر قبل أيام عن مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي تصريح التالي: يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي بخالص الشكر ووافر التقدير لجماهير القدساوية الوفية التي أقبلت على مشاهدة مباراة النادي مع نادي شباب السعودي الشقيق في الأسبوع الماضي، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على مدى حب هذه الجماهير العريقة الوفية لقلعتها الصفراء وحرصها على مساندة فريق ناديها والوقوف بجانبها ومؤازرتها. اتحاد كرة جديد في مصر، الشيخ أحمد الفهد، كويت تشارك باجتماع الأكنو، طبعا اللي هي اللجان الأولمبية الوطنية. وهني هذا لاعبي المفضل، انا مع اني احب مانشستر بس ايار رش ليفربولي قبل الله يروح يوفنتوس، كان هداف الدوري الانجليزي بس الظاهر بنشر هناك في الدوري الايطالي لما راح اليوفي، يعني تدري الدفاع الايطالي هناك مو نفس الدفاع في انجلترا. نعم. في الدوره الرياضيه العربيه السابعه، طائره البحرين تفوق والكويت تالق وسوريا رضيت بالبرونزية، طائرة الكويت حلقت فوق حدود الطائرتين المصرية والجزائرية، كل العيون كانت على اللقب والبحرين فازت بالذهب. صحيح، والكويت حرزت المركز الثاني أعتقد. الثاني صحيح. كان منتخبنا جدا مميز. نعم. وكان من أفضل المنتخبات في هذه البطولة. وصلنا تجوري بغازي. تجوري صورة فوزي المعتوك. صورة جميلة للكابتن فوزي المعتوق نجم نادي كاظمة ومنتخبين الوطني ومنتخب الشرطة، ما نقول العسكري نقول منتخب الشرطة، الكابتن فوزي المعتوق. ننهي فيها حلقتنا أعزائي المشاهدين، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.